عليت على المئات من الأعوام وعلى الكثير من الأحداث، لعلنا نستقرئ ونفهم الحاضر وربما ندرك المستقبل. نقرأ في اتفاقية لوزان التي وقعت بين حكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من جهة وبين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا من جهة ثانية في 24 من تموز يوليو 1923 في مدينة لوزان السويسرية، وقد عقدت في أعقاب حرب الاستقلال التركية ضد الحلفاء، وتم بموجبها تسوية أوضاع الأناضول والقسم التركي الأوروبي من أراضي الدولة العثمانية. اشتملت معاهدة لوزان على 143 مادة تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية، أهمها تحديد حدود تركيا وحماية الأقليات المسيحية اليونانية في تركيا، وكذلك حماية الأقليات المسلمة في اليونان. تكمن أهمية المعاهدة فيما ترتب عليها من نتائج جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية على الأطراف الموقعة عليها وعلى حوض البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط. تخلت تركيا بموجبها عن سيادتها على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب ومرعش. طبعاً لن أطيل الحديث ولن أتكلم على الاتفاقية ومفاعيلها ونتائجها، سأترك المجال لكل من الأب بولس موسى الذي سيكلمنا على مفاعيل هذه الاتفاقية على الجهة السورية. الأب بولس موسى عاشق كنعاني متشبث بأرض كنعان، مولود على كتف هضبة تنام قرب الشاطئ الشرقي للمتوسط، رأى نور البحر يغمزه بعينيه الزرقاوين من نافذة البيت، لتنشأ علاقة حب منذ النظرة الأولى، ويبقى هذا الحب طالما ظل في القلب نبض. يعترف الأب بولس بعشقه للبحر الكبير، حيث كانت مراكب الفينيق تنام على كتف الميناء وأرض كنعان تملأ السهل والهضاب والجبال. يقول: ذهبت للدراسة في دمشق الفيحاء، وهناك شربت من فيجتها، وفيجتها هي عين الفيجي التي تسقي دمشق، وأكلت من المشمش الذي يموت خجلا فيشع بلونه الرائع قبل أن يغيب وراء الأفق، وسجدت لإله في العيون العسلية التي غناها صديقي محمود، ولكن وجه حبيبتي يضج بالنقاء ويندر وجوده عند الأمم، فوجه دمشق يأسر قلب عاشقها إلى الأبد. شممت أريج سرور زهورها، ففاح الياسمين الشامي وحل في حلي وفي ترحالي، وسافر معي إلى أطراف هذا العالم الذي لم يتعب من تحميل جبال الحنين. الياسمين هو شق النفس ورحيق النبض ونقاء النفس ونسمة الروح. يستطرد الأب بولس فيقول، وطبعا أنا سعيد بقراءة أحاسيسه المرهفة، يقول: هاجسي هو الظلم الذي لحق بأمتي، كيف جاء العوسج لكي يخنق زهور اللوز وتلال الياسمين، وكيف جاء العرعر لكي يمنع الشمس عن زهور الياسمين، وكيف نام العليق على الدروب التي تؤدي إلى الحقول، وكيف جاءت الوحوش الحديدية لكي تهدم البيوت الكنعانية الكنعانية الملامح والجذور. يتابع: أرى الله لا يعد أحدا بما لأحد أحد آخر من أبنائه، وأحس الله في قلبي يوجهه إلى وادي الحق. نشر ديوانين شعريين بالفصحى هما كلمات على جدران الغربة
ووداعا بحر أموره. شكرا الأب بولس، والكلام لك، فتفضل. طاب مساؤكم. وضعت ما سوف أقوله تحت عنوان يقول أرض كنعان تحت الذبح. لقد انتهت الحرب العالمية الأولى بطريقة غير اعتيادية، إذ أن الحمى الإسبانية قد أدت إلى هلاك ملايين الناس في العالم، وعلى وجه التحديد في أوروبا، والتي تشبه إلى حد كبير في عوارضها ونتائجها حمى الكوفيد التي غيرت ملامح الحياة في المجتمعات الحاضرة. ومع ذلك الوباء وقفت الجيوش المنتصرة حيثما استطاعت أن تحتل، وبعضها تمادى بالتحرك لكي يحصل على مكتسبات أكثر. إن ما نراه ضروريا اليوم هو أن نوجه حزمة النور إلى المنطقة التي ولدنا فيها، إلى سوريا الكبرى التي كانت فجرا للحضارة، وبالتالي سوف تكون مطمعا لكثيرين، سيما وأن خيراتها وأرضها وموقعها الجغرافي ماثلون للعيان، هم على قاب قوسين من أوروبا التي تضع نصب عينيها السوق الذي تريده لمنتجاتها. عندما رحل العثمانيون عن سوريا قامت المملكة السورية، والتي دامت 20 شهرا من عام 1918 إلى عام 1920، وتوج الملك فيصل ملكا عليها. كانت دمشق عاصمتها، وخارطتها تبدأ من جبال طوروس إلى صحراء الجوف. بودي أن تنظروا إلى خارطة المملكة السورية. تبدأ في الشمال من جبال طوروس وتنتهي في صحراء الجوف. وفي العام 1920 وبالتحديد في تموز 1920، عندما دخل الجنرال غورو إلى العاصمة السورية دمشق، إلى العاصمة دمشق بعد معركة ميسلون التي قتل فيها وزير الحربية السوري يوسف العظمة، وفي هذا العام بالذات دخلت إلى المنطقة
من اتفاقية سايكس بيكو. اتفاقية سايكس بيكو دامت انتهت في مايو 1916. جاء الفرنسيون وأطمعهم باستعمار سوريا لا تخفى على أحد، وبدأوا يحاورون الدولة التركية، ووقع الجنرال غورو اتفاقية فرانكلان بويون في 20 من تشرين الأول 1921. وبموجب هذا الاتفاق استولت تركيا على الأراضي السورية التالية: أضنة، عثمانية، ومرعش، وعنتاب، وكلس، وأورفا، ومردين، ونصيبين، وجزيرة ابن عمر، والجزيرة العليا. تلك الاتفاقية وقعها عن الجانب الفرنسي فرانكلان بويون، وعلى ومن عن الجانب التركي وزير الخارجية يوسف كمال. يوسف كمال كان وزير الخارجية في حكومة مصطفى كمال أتاتورك. كل هذه الأراضي وهبت لتركيا مقابل اعتراف هذه الأخيرة أي تركيا بالوصاية الفرنسية على سوريا. لو ألقينا نظرة على اتفاقية سايكس بيكو، المنطقة A والمنطقة B والمناطق التي سيطرت عليها فرنسا مباشرة، سيطر الفرنسيون على المنطقة A، ولكنهم سيطروا مباشرة على مناطق واسعة. كان بودي أن أعرض الخارطة ولكن الظروف لم تسمح. والمنطقة B سيطر عليها الإنجليز. طبعا كلنا يعلم لكي تصبح لقمة سائغة أوجدوا فلسطين ب27 ألف كيلومتر مربع لكي يهبوها للصهاينة، وشرق الأردن جعلوا منه دولة. في البداية كانت تدعى إمارة شرقي الأردن، وبعدها دعيت المملكة الأردنية الهاشمية الحالية، مع كل الاحترام. والعراق، العراق كان هو منطقة الجنوب فقط، يعني البصرة وعربستان والأحواز، كانت هذه هي العراق فقط. أضيف إليها، لو نظرنا في اتفاقية سايكس بيكو، هناك ثلاث مدن رئيسية: دمشق وحلب والموصل. الموصل كان مدينة سورية حتى في اتفاقية سايكس بيكو. جاء الفرنسيون وأطمعهم باستعمار سوريا لا تخفى على أحد، وبدأوا
يحاولون الدولة التركية الجديدة، ووقع الجنرال غورو أعيد اتفاقية فرانكلان بويون 20 من تشرين الأول 1921. فقط أعطوهم المساحة تقدر 200 أنا متأكد من الرقم أكثر، الجزيرة العليا يعني حيث ديار بكر، بدون الجزيرة العليا مساحة الأراضي التي اقتطعتها تركيا 18,000 كيلومتر، يعني ضعف مساحة تقريبا الجمهورية اللبنانية. واقعا في 1939 أخذوا لواء الإسكندرون، مساحة لواء الإسكندرون 5,000 متر مربع، نصف مساحة لبنان. فيعني تقدر مع الجزيرة العليا تقريبا 30,000 كيلومتر أخذوا من مساحة سوريا، لأنه منابع النهر كلها كانت تابعة، ومصادر الناس خلينا نقول هلا كبدوكيا، اذا احنا اخذنا انطاكي، فوق انطاكي في كبدوكيا، فوق كبدوكيا في البونتوس، تاريخيا هؤلاء الشعوب اسمهم لوكو سيري، كلنا بنعرف لوكو، لوكو يعني أبيض، وسيري سيري يعني سوريون، السوريون البيض، ونحن نعتبر الذين نعيش جنوبا بالسوريين غير البيض، هذول كانوا بيض أكثر منا، بس واقعا نحن شعب واحد، أثنيا شعب واحد. كثير من الناس هلا الدكتور نبيل وقت اللي كان عم يردد في اتفاقية لوزان انه اليونان المسيحيين، صدقوني يا اخوتي هم ليسوا يونان ابدا، يعني شعوب البونتوس ما لها دخل في اليونان، بس كانوا يتكلمون اليونانية. نحن في أنطاكي، أنطاكي بقيت عاصمة لسوريا 1000 سنة، يتكلمون اليونانية لأن هي بقايا من الإسكندر المقدوني عندما جاء واحتل بلادنا وقسمها، بعد موته قسمها قواده الثلاثة، وسوريا كانت عاصمتها أنطاكيا لألف عام. تغيرت العاصمة إلى دمشق عندما جاء العرب المسلمون في القرن السابع، وأصبحت دمشق عاصمة للإمبراطورية العربية فيما بعد. اتفاقية سيفر اتفاقية سيفر هي أبريل نيسان 1920، اتفاقية سيفر لم تحظى بالقبول التركي، عقدت في سيفر فرنسا أبريل 1920. نلاحظ أن اتفاقية سيفر أنصفت الحدود الشمالية لسوريا، لو أعادت للأرمني قسما كبيرا من أراضيهم، وأعطت دولة للأكراد على حساب الجزيرة العليا، على حساب سوريا وأرمينيا، شقا من أرمينيا، وصارت الدولة التركية الجديدة والتي عاصمتها أنقرة
محصورة في بلاد البونتوس. يعني لو بتشوفوها بالخريطة الدولة التركية اللي عطيتها اتفاقية سيفر هي واقعا حتى ما بيستاهلوها، لا يستاهلون. الأتراك جاءوا من هضبة منغوليا، جاءوا غزاة ومرتزقة، يعني ملوك بيزنطة أخطأوا كثيرا عندما أتوا بهم في البداية، أتوا ببعضهم كمرتزقة فجاءوا إلى هذه البلاد واستعمروها واعتمدوا على سياسة الأرض المحروقة، يقتلون الناس ويهجرون الباقين. وقعت اتفاقية سيفر من بريطانيا جراهام، من فرنسا ميرلون، ومن إيطاليا لونجاري. أبعدت الولايات المتحدة وروسيا من اتفاقية سيفر لأسباب، وروسيا يعني أبعدت روسيا والولايات المتحدة من اتفاقية سيفر لأسباب، في أسباب طبعا يعني تتعلق ببعض الأراضي الروسية بدهم يصرفوا فيها، فما دخلوا الروس معهم. السلطان العثماني محمد الخامس اللي كان هو آخر سلطان عثماني أبعث 4 مندوبين: رضا توفيق، الصدر الأعظم فريد باشا، والسفير رشيد خالص، ووزير التعليم هادي باشا. ولكنهم عندما وقعوا اتفاقية سيفر سحبوا منهم الجنسية التركية. ولم تقبل تركيا، لم تقبل تركيا معاهدة سيفر في عام 1920، وذهبوا إلى لوزان مرة أخرى. والنتيجة يعني لوزان، لا داعي لوضع خارطة، لوزان هي تركيا الحالية. يعني إذا بتشوف خارطة تركيا هي اتفاقية لوزان. مع الأسف الشديد في الغرب أخذت كل أراضي أرمينيا السهلية. إذا بتلاحظوا إنه أرمينيا الجبلية بس، هلأ الحالية ظل الجبل بس، أما السهل كله على حدود تركيا، لحد حدود بحدود تركيا الحالية. مثل ما قلنا ديار بكر، أورفا، غازي، عنتاب، أضنة، مرسين، وكبدوكي شو اسمها، وطرسوس اللي هي في كانت أراضي سورية كليتها. كلها أخذت بالنسبة للجنوب تركيا. شمال تركيا هو أرمينيا، البونتوس، غلاطيا. بضل عندنا بعدين منطقة آسيا الصغرى اللي بنسميها نحن آسيا الصغرى، هي كلها كانت أراضي يونانية، أراضي يونانية باستحقاق. يعني نحن إذا منروح نقرأ هوميروس بالأوديسة وبالألياذة، ألياذة هوميروس بيحكي لك حوادث صارت في آسيا الصغرى. يعني هي كل عمرها أراضي اليونان. اليونان هم جيراننا، والأرمن كان نحن جيراننا، الأرمن واليونان. ليش الأرمن إجوا على بلادنا بعد المذابح؟ كل عمره جيراننا، كل عمره جيراننا، هذا هو السبب. يعني جيراننا جغرافيا، بس هلأ تركيا، بس تركيا هي مش أرضها، هي أرض. لأنه تركيا كقومية لازم تكون موجودة أكيد، بس مش هي أرضها. هلأ نحن هون موجودين مهاجرين في
ميشيغان. أثنياً نحن مش من هون. هلأ صرنا أمريكان وخاضعين للقانون الأمريكي، مش لازم نعمل دولة؟ مش حقنا، لأنه هاي الأرض مش أرضنا. تكون أرض مين ما كانت، بس مش أرضنا. لقد كانت لوزان ولادة تركيا في هضبة الأناضول. بعد أن هاجرت من هضبة منغوليا، لقد قامت تركيا كما نراها في خارطة لوزان، وقامت أراضيها على هضم دول مع شعبها بأكمل شعوبها بأكملها، وقضم ما استطاعت شرقا وغربا وجنوبا. بالطبع وجود الإمبراطورية العثمانية قد ساعد الآخرين على اقتسام دولها المحتلة، فالمحتل بشكل عام يعتبر الأراضي التي احتلها ملكا له. لذا أخذ ما أراد بالاتفاق مع الدول الأوروبية وأولها بريطانيا وفرنسا، وأستطيع أن أقول إيطاليا لعبت دورا، للذين وزعوا أراضي الدول وقسموها وشكلوها على القاعدة المعروفة في شريعة الغاب: فرق تسود. لا أريد أن أخذ أكثر من الوقت المعطى لي، أنا لم أكمل بعد، بس أعتقد بأنني التداعيات الجغرافية التي ظهرت بعد معاهدة لوزان أصبحت واضحة، فأنا مستعد لأي سؤال حضرتكم بتقولوا. أوكي. عفوا حبيبي، أنا ما قلت إنه الموصل سورية بالضبط، قلت بتحسب اتفاقية سايكس بيكو. أنت إذا بتريد فيها أنا فرجيك الخارطة، مش أنا اللي كاتب اسم الموصل. الموصل هي مدينة سورية وشمال العراق الحالي، كان بحسب اتفاقية سايكس بيكو. درب الحرير حبيبي، طريق الحرير ما بيخجل من حدا، حلب للموصل دائما هيك، ومن الموصل إلى منطقة أخرى. العراق هو بحسب اتفاقية سايكس بيكو هي جنوب العراق اللي قلنا عنه. بريطانيا الإنجليز اشتموا رائحة البترول في كركوك، فطلبوا من الفرنسيين شمال العراق، فأضيف إلى خارطة العراق. هذا ما حدث. أنا مش مقول أنت، نحن بنفتكر إنه وقت بتقول أنا بابلي يعني أنا لست كنعانيا، كلنا كنعانيون. هاي أرض كنعان من جبال طروس، مثل طروس إلى صحراء الجوف، ومن جبال زغروس إلى البحر الكبير. هلا هناك بابليون وأشوريون وصلوا للحكم مثل أي حدا تاني، يعني هذا ما خص الموضوع. مش معناها نحن، لازال الأشوريون على فكرة، كلمة أشوري في هذه الأيام تعني طائفة مسيحية وليست، ما لا تعني عرقا. بتقول سرياني، هي طائفة مسيحية سماهم العرب باليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعي.
هم طائفة مسيحية وليسوا عرق، كلنا سوريان بالمعنى السوري بالمعنى الكنعاني، كلنا كنعانيين. ودليل على كلامي اللي أنا بقوله، الآشوريون والكلدانيون كمان طائفة مسيحية، والسريان يتكلمون اللغة الآرامية أو لهجة من اللهجات الآرامية، يعني بين بعضهم بجوز يكون في خلاف، مثل لهجة أهل حلب ولهجة أهل دمشق، بس اثنين بيحكوا نفسية بيفهموا بعض بس عندهم لهجة بتختلف وهيك، بس كلهم يتكلمون اللغة الآرامية. حتى نحن اللي قاعدين هلا هون وقت منحكي بلهجتنا، أحيان بيقولوا لهجة لبنانية ولهجة سورية، واقعا الكلام غير دقيق بيكون، لأنه هي اسمها اللغة المحكية، فأنت بتقولها بلهجة المدينة التي تعيش فيها. 30% من الكلمات اللي نحن بنستعملها بلغتنا كل يوم، مش الفصحى، بلغتنا كل يوم، تأتي من أصل آرامي. فما تزعل حبيبي إنه يأتي وقت بقول إنه شوف هلا بفرجيك، بس تجي لعندي بس نخلص رح فرجيك الخريطة سايكس بيكو. هو أنا كنت لازم، نحن كنا لازم نحط الخرائط، لو أنت شفت الخريطة ما كنت سألتني هذا السؤال. أيوة، الموصل وحلب ودمشق في 3 مدن محطوطين على الخارطة على اتفاقية سايكس بيكو.